جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم من تتزوج بكافر، وماذا يجب عليها أن تفعل لكي يغفر الله لها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، ولا يصح النكاح، نكاح هو باطل وزنا، لأنه بغير عقد شرعي. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لمسلمة أن تزوج بكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، وإن تزوجت فنكاحها باطل ووطئه لها زنا، ومن استحل ذلك فهو كافر بالله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. من فعلت ذلك تسأل شيخ صالح ماذا عليها؟ إذا فعلت هذا عن جهل وعن غير تعمد، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر، ولا تستمر مع هذا الكافر. يجب عليها الابتعاد عنه ومفارقته، لأنه ليس زوجا لها. نعم.